سؤال: يهوذا الإسخريوطي موجود في كل جيل، ووجوده يسبب لي ضيق نفس وعثرة وأتعب في مواجهة تصرفاته التي تقتل الأبرياء، ماذا أفعل؟ المسيح كان موجود في أيامه يهوذا، وهو ما تعبش من يهوذا. صحيح يهوذا خانه، لكن المسيح لم تتعب نفسيته إطلاقا من يهوذا. العالم فيه الشر والخير. الأول الأصيل اللي كان موجود أيام المسيح احتقر نفسه جدا، ولم يستطع أن يحتمل احتقار نفسه له، فمضى وخنق نفسه، ما قدرش. فكل يهوذا بيضر نفسه مش بيضر غيره، وبيجي وقت عليه يحتقر نفسه، وجايز يحتمل احتقار الآخرين لكن ما يقدرش يحتمل احتقار نفسه ليه. فأنت ما تتضايقش، خليك ماشي جديد وقلبك قوي، وقول لابد الدنيا فيها خيانات وفيها أعداء، وما تبقاش نفسك تعبانة. كيف نتصرف مع فتاة تريد الزواج بطريقة خاطئة ولا تريد الاقتناع بكلام حد؟ ما طبعا انتوا سبتوها لغاية لما وصلت للحالة دي، يا ريت كان حد افتقدها من قبليها. على اي الحالات ما تيأسوش، وكل اللي اتجوزوا زيجات خاطئة رجعوا ندموا بعديها وجم يطلبوا التوبة. شوفوا مين اقرب القلوب اليها وتقدر تتأثر بيه، حاولوا برضو تفتقدوها ما دام هي لسه ما اتجوزتش. واحد بيقول: ولدت ونشأت نشأة أرثوذكسية ولم أكن أعلم بإني محمد تعميد غير أرثوذكسي. أبقى قابلنا ونقول لك إيه اللي تعمله. سؤال: هل ممكن إن الشخص المتناول في يوم صيام أن يكمل صيامه أم يفطر؟ المسألة إن اللي بيتناول في يوم صيام مفروض إنه يتناول في قداسات تخرج متأخرة، فليه هو يروح يحضر قداس بدري ويتعب نفسه ويتعبنا ويبعد أسئلة؟ في كنايس بتعمل قداسات متأخرة، روح احضر في الكنايس دي اللي بيتعمل فيها القداس ساعة واحدة ويخرج ثلاثة، وتبقى مستريح وصايم قبل القداس وخارج من القداس في ميعاد يقبله ضميرك. واحنا ان شاء الله هنحل المواضيع دي مع الاباء الكهنة، بحيث ان ايام الاربعاء والجمعة لابد تكون في كنائس بتخرج في موعد متأخر، ان شاء الله ندبرها مع الكنائس دي. اخلي السؤال بجيبي. واحد بيقول: نفسي مهزوزة واشعر ان الطريق مع الله صعب كل يوم، وكثيرا ما انظر الى الوراء بقلب، وليست لي عزيمة في أي جهاد روح، كلها ممارسات خارجية. المفروض أنك أنت تقوي محبة ربنا في قلبك. تقوية محبة ربنا في القلب لها تدريب كثيرة جدا، أرجو أني أعمل لكم كتاب عن الموضوع ده. لكن طول ما انت مع الحروب من غير ما تقوي محبة ربنا في قلبك، كفة العالم بتزيد وكفة ربنا ما بتزيدش، فجايز العالم بكفته يقودك الى الفتور الروحي او الى الخطية. واحد بيقول: جاء في كتاب الحروب الروحية رقم 2 من سلسلة الحروب صف 75
وربما يأتي الشيطان بشكوك للإنسان في ساعة الموت حتى يهلكه. هل يترك الرب الإنسان الذي يسلك في طريقه يعمل حسب مخافته؟ الشيطان يحارب حتى في ساعة الموت، لكن نعمة ربنا بتكون موجودة برضو في ساعة الموت. حكاية ان الشيطان يحارب ساعة الموت دي جائزة جدا، لان دي اخر فرصة ليه. ما دام اخر فرصة ليه فبيبذل كل جهده حتى ساعة الموت، لكن برضو في نفس الوقت نعمة ربنا بتكون موجودة بقوة كبيرة جدا. والكتاب بيقول حيثما تزداد الخطية تزداد النعمة جدا، يعني لما الشيطان تزداد حروبه نعمة ربنا تزداد وتقوى. واحد بيقول شخص يقيم إقامة كاملة في مدينة بالخارج لا يوجد بها سوى كنيسة واحدة غير أرثوذكسية، يقول بروتستانتية، هل يذهب إليها أم لا؟ وهذا الشخص عمل خطية ويريد أن يتوب ويواظب على التناول، فما موقفه؟ ما حتى لو راح عند البروتستانت، البروتستانت ما عندهمش لا اعتراف ولا تناول، يقولوا له ارمي نفسك تحت المسيح، وبعد ما يرمي نفسه تحت المسيح يقولوا له خلصت يا اخ، يقول خلصت، يقول له هللويا الاخ خلص وانتهت الحكايه. شوف يا صاحب هذا السؤال، بيقول هل تقبل توبته بدون الاعتراف على يد اب كاهن، وهل يمكن ان يتناول في كنيسه بروتستانتيه؟ ما عندهمش التناول يا ابني، ما يؤمنوش بيه. شوف انت ليه اخترت ان تقيم اقامه كامله في مدينه ليست بها كنيسه؟ دي كلمه عتاب ليك يعني. لماذا اخترت انك انت تقيم اقامه كامله في بلد ما فيهاش كنيسة؟ دي أول نقطة. إن كان مثلا عشان الفلوس مش هناقش معاك الفلوس، وما فيهاش اعتراف وتناول، وتاني حاجة تخطي ومش عارف تصرفها ازاي، فروق لنفسك ودور على أبديتك، روق لنفسك ودور على أبديتك. وعلى أي الحالات التوبة لها قيمتها الكبيرة عند الله، فممكن انك تتوب وفي اقرب فرصة تجيلك تبقى تعترف وتتناول، والتوبة بتجيب مغفرة. وفي فرق بين انسان بيتوب وعنده فرصة للتناول وما بيتناول شيء، وفرق بين إنسان بيتوب وما عندوش فرصة للتناول. طبعا ربنا مقدر الظروف دي، لكن انت فكر في أبديتك. واحد بيقول هل موهبة القراءة أو الموسيقى أو الرسم أو حب التكنولوجيا دي مهمة وغيرها من المواهب هي من الروح القدس؟ وهل حب وممارسة هذه المواهب بدرجة كبيرة حرام؟ في مواهب طبيعية ومواهب من الروح القدس. المواهب الطبيعية تكون لكل إنسان حتى الوثني، يعني جايز تلاقي انسان وثني وفي منتهى الذكاء، وفي منتهى الذكاء، دي موهبه طبيعيه ملهاش دعوه بالروح القدس، دي موهبه طبيعيه مش من مواهب الروح القدس، لكن موهبه طبيعيه. جايز تلاقي في بلاد غير مؤمنه ناس فنانين ورسامين وموسيقيين ولهم مواهب فنيه، دي مواهب طبيعيه. زي مثلا انسان شكله حلو، دي موهبة طبيعية، تقول لي دي من الروح القدس؟ فدي مواهب طبيعية، لكن مواهب الروح القدس مواهب فائقة للطبيعة، وان كانت بعضها مواهب طبيعية تكون من اجل الملكوت. فما تقولش كل واحد مثلا عنده موهبة يبقى من الروح القدس،
أما استخدامها في الخير فده كويس، حتى لو كانت مواهب طبيعية استخدامها للخير شيء كويس. مش بس مجرد أنه ينمي المواهب، إنما يستخدمها في الخير. ففي ناس موسيقيين بيستخدموا الموسيقى في الخير، وناس رسامين بيستخدموا الرسم في الخير، وناس فنانين بيستخدموا الفن في الخير، وناس شعراء بيستخدموا الشعر في الخير، وناس كتاب وقصصيين وأدباء وبيستخدموا كل ده في الخير. فليس المهم في الموهبة بقدر إن المهم هو استخدام الموهبة استخداما طيبا. واحد بيقول: ما هو رأي قداستكم في وجود حياة في كواكب أخرى؟ الكتاب المقدس لم يتعرض لهذا الموضوع إطلاقا، وأمر من ناحية الدين لا يهمنا في كثير أو في قليل، ولا يدخل في العقيدة ولا يدخل في اللاهوت. وجدت كائنات خير وبركة، مرحبا بك ومستعدين ان احنا نسلم عليهم ويقولنا رحمة. ما وجدتش ما خسرناش حاجة. فدي مسائل خارجة عن دائرة الدين، والكتاب المقدس لم يذكر عنها شيئا، لا بنعم ولا بلا. فما تتعبش نفسك في الموضوع ده يعني، وتهرف روحك من جوه عشان توصل لنتيجة. دي علاقتها ايه بخلاص نفسك انه يوجد ناس ولا ما يوجدش ناس؟ هتتعبك في ايه؟ سؤال: هل الشيطان مربوط في الهاوية حتى الان؟ وان كان مربوط فمن يحاربنا؟ هو حريته محدودة، ربط الشيطان يعني حريته محدودة، يعني مش واخد الحرية كاملة كما كان في الاول، بيقدر يحارب لكن مش بالعنف. هنرجع لدي في سؤال تاني. واحد بيقول: هل هناك سبع ارض كما هناك سبع سماء؟ يا ابني جبت الكلام ده منين؟ جايب الكلام ده منين؟ مش عندنا سبع أرض ده يعني. سبع أرض لازم اللي بيسموه أسفل السافلين، يعني تحت خالص يعني. عندناش كلام من النوع ده، ما نعرفش سبع أرض. يستر إنك بتقرأ شوية شاب وغير. زميلة غير مسيحية ولكن أميل نحوها، فافرض قالت لك كده وبعد ما اتجوزتك رجعت كما كانت، هتعمل ايه في العيال؟ خليك عاقل شوية شوية كتير. ومن جهة الميل واحد يميل نحو واحدة او واحدة تميل نحو واحد، نصيحتي ليكوا الواحد قبل ما يسمح لقلبه انه يميل يشوف السكة مفتوحة ولا مسدودة. ان كانت مسدودة لا يتمادى في هذا الميل ويخط من قصرها، ما دام السكة مسدود. لكن يتمادى لغاية لما يتعب روحه وبعدين يجي لنا يقول اعمل ايه، روحي تعبت. لا، دايما تشوف السكة مفتوحة ولا مسدودة، والميل هيودي لفين. سؤال من أسئلة الأرواح اللي جات لي المرة اللي فاتت. واحد بيقول: هل الذي ينطبق على الشيطان ينطبق على الروح الإنسانية، بحيث يمكن للروح بعد الموت انها تدخل في انسان او حيوان وتصرعه كما حدث في قصة لاجئون، وهو روح شرير دخل في الخنازير؟ فكما يحدث لروح الشيطان يحدث لروح الانسان.
وما رأيك في ما ورد في لوقا 11:24 متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا ومزينا، ثم يذهب ويأخذ 7 أرواح أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان شرا من أوائل. وهل المقصود بالروح النجس روح الإنسان؟ لأن النجاسة تتعلق بالزنا، وهي خاصة بالإنسان الذي له جسد يزني، وليست خاصة بالشيطان. فيش معنى نديكم شوية معلومات في الموضوع ده. بس تفتحوا مخكم شوية. إذا كان الكلام على الأرواح بالليل يتعبكم، نأجلها للصبح. شوفوا، عايز أقول لكم عدة مسائل خاصة بهذا الموضوع. أول حاجة هي إن روح الإنسان لها طبيعة غير روح الشيطان تماما. الأرواح أنواع. الشيطان ده كان أصله ملاك، وكان أصله رئيس ملاك، وطبيعة الملاك غير طبيعة الإنسان. روح الملاك تختلف عن روح الإنسان تماما، مش زي بعض. أديكوا شوية أمثلة من جهة الشيطان. يعني الشيطان بيقدر يسرع إنسانا ويدخله، ما تقدرش روح إنسان تسرع إنسان وتدخله. والكتاب لم يذكر ولا مثلا واحدا على إن روح إنسان دخلت جوه إنسان. دي حاجة مخول للعقل. روح إنسان إيه دخلت جوه إنسان؟ ما حصلش. الشيطان قيل عنه رئيس هذا العالم. المسيح قال رئيس هذا العالم قديم. الرئيس هذا العالم يأتي يأتي وليس له في شيء. فده روح لها قوة معينة تستطيع انها تخش جوه انسان. وقيل عنه في رسائل بولس الرسول انه اله هذا الدهر. وفي سفر حزقيال النبي قيل عنه الكاروب المظلل، او الكاروب المنبسط المظلل. كاروب اللي هو مفرد كاروبيم، يعني من طائفة الكاروبيم او الشاروبيم. الشيطان بصفة ان له روح ملاك يستطيع ان ينتقل من السماء للارض في لمح البصر. لا يمكن روح الانسان تقدر على كده، ده قوة جبار. قيل عنه في سفر حزقيال النبي ايضا انه مملوء حكمة وكامل الجمال. وقيل عنه في سفر التكوين ان الحية كانت احيا حيوانات البرية. عشان اوريكم يعني روح ملاك قوتها ايه. ده استطاع ملاك واحد ان يضرب 180,000 من جيش سنحاريب في يوم واحد. ادي القوة. واستطاع ملاك اخر ان يرفع سيفه على اورشليم فيقتل في يوم 30,000 لغاية لما ربنا وقف. والشيطان وان كان قد فقد قداسته لكن لم يفقد طبيعته، ما زالت له طبيعة ملاك بكل كلمة ملاك من قوة. والملائكة قيل عنهم المقتدرون قوة في مزمور 103. فده ملاك ورئيس ملائكة وله قوة وجبروت
بنفس طبيعته. كان واحد فيكم بيسأل على ربط الشيطان او غيره، فقلت له هو ما كانش دلوقتي مش زي زمان، ده لما كان زمان واخد حريته ألقى العالم كله في عبادة الأوثان. ده جه مرة من المرات ما كانش فيه غير شخص واحد يعبد ربنا على الأرض كلها أو ربما اتنين، لأن العالم كله كان بيعبد الأصنام ما عدا اليهود اللي كانوا بيعبدوا ربنا. ولما موسى النبي طلع فوق الجبل جم اليهود جمعوا الذهب اللي عندهم وعملوا عجل ذهبي ووضبه لهم هارون وعبدوه. يبقى ما كانش فيه في الوقت ده غير موسى بس على الجبل اللي بيعبد ربنا، وربما تلميذه يشوع بن نون كان معاه برضو، ما كانش على الجبل لكن كان بيعبد ربنا، لكن الشعب كله عبد ربنا. ادي الشيطان له قوة جبارة. ده قيل عنه ان لما يحل الشيطان من سجنه يخرج ليضل الامم. يضل الامم يعني يضل الامم، يعني المسيح قال لو لم يقصر الله تلك الايام لم يخلص احد، ولو امكن يضل المختارين ايضا. له قوة جبارة فوق الوصف. نشبهه بإنسان، يروح فين الإنسان ده؟ غلبان أوي الإنسان ده إلى جواره. ده بيقول إن ربنا لو لم يقصر تلك الأيام لم يخلص أحد. ده في عبارة في سفر الرؤيا مرعبة تقول إنه أعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده في مرة من المرات في سفر دانيال النبي ان دانيال كان تعبان، ربنا بعت له ملاك ينقذه فتأخر عليه، وبعدين قال له من اول يوم طلبتني انا كنت جاي لك، ولكن وقف امامي رئيس مملكة فارس يقصد الشيطان المكلف بضلال هذه المملكة، وعطلني 21 يوم لغاية لما اتى الي ميخائيل رئيس الملائكة. دي موجودة في دانيال 10. فالشيطان له قوة جبارة لا نستطيع أن نشبهه بالإنسان في قليل أو كثير. حتى من جهة إسقاط المؤمنين، ده بيقول الكتاب إنه دخل قلب يهوذا. دخل إيه؟ قلب يهوذا. وفي قصة حنانيا وسفيرة يقول له لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ عشان تكذب على الروح القدس. وفي خطأ بطرس الرسول قيل لما وبخ المسيح على انه يتصلب وقال له حاشاك يا رب في متى 16، قال له اذهب عني يا شيطان، يعني الشيطان اتكلم على فمه. ده لما يأتي ضد المسيح او ما يسمونه المسيح الدجال، ما يأتي ضد المسيح او المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى الها حتى يجلس في هيكل الله كاله، اللي ورد في تسالونيك الثانية اصحاح 2، قيل انه يعمل ايات وقوات وعجائب بقوة الشيطان. تصوروا الشيطان يقدر يعمل ايات وقوات وعجائب كاذبة طبعا بكل خديعة الاثم في الهالكين. وقيل ان الشيطان يستطيع يظهر في هيئة ملاك نور، ما يجيش واحد يقول للشيطان روح والانسان روح زي ما ده روح ده يعمل ازاي ده؟ يعرف يعمل حاجة. مش كل الارواح من نوع واحد، ده الارواح درجات. فما يستطيع ان يعمله الشيطان لا يستطيع ان يعمله الانسان. ده اللي عمله الشيطان وسط سحرة مصر كانوا بيعملوا حاجات تشبه اللي بيعمله موسى بالضبط.
لدرجة ان ما مرضيش يؤمن فرعون لغاية لما ربنا ادى موسى عجائب من نوع اخر. لكن كان بيعمله. يعني ليه خديعة عجيبة؟ الانسان ما يقدرش يعمل كده. تقول لي السحرة بيعمله؟ السحرة بيعمله بقوة الشيطان، هو الاصل في كل الحاجات دي. فالشيطان ما تشبهش روحه بروح الانسان وتقول زي ما حدث في لاجئون ان الشيطان دخل في روح، الشيطان دخلت في خنازير، يبقى روح الانسان تخش في قطة ولا تخش في خنزير ولا تخش في بني ادم ولا تخش في حجر ولا في شجر ولا في مية. ده كلام تشبيه غير متوازن، يعني وضع ما يقدر عليه الشيطان كأن الإنسان يقدر عليه، ودي مش مظبوطة. ده استطاع انه يلقي ناس في مرض. المرأة المنحنية اللي كان لها 18 سنة، المسيح قال لهم دي مش ابنة ابراهيم، والشيطان ربطها 18 سنة. بقى في انسان يقدر يربط واحدة يحني ظهرها 18 سنة ولا 18 دقيقة؟ يقدر منين؟ وفي قصة ايوب الصديق لما سمح له الله عمل زلزلة وعمل نار وهد بيت وموت العيال وعمل حاجات عجيبة، وضرب ايوب بقرح رديء من قمة رأسه الى اخمص قدميه. في روح انسان تقدر تضرب انسان تاني بقرح رديء من قمة رأسه الى اخمص قدميه؟ تقول لي مثلا هل الشيطان يقدر على الاشرار ولا على الابرار؟ ده ايوب اللي انضرب بقرح رديء واتهد بيته ومات عياله، قال عنه الله انه رجل كامل ومستقيم، يفعل الخير ويحيد على الشر. لكن لما الشيطان اخذ اذن ضربه الضربة خلاه يصرخ ليل ونهار. طب ايه رأيكم في واحد زي بولس الرسول؟ هجر اخرى عجيب، في قديس اعظم من بولس الرسول في المسيحية؟ حاجة ده قال انا تعبت اكثر من جميعهم. وبعدين قال ايه في مرة؟ قال ولكي لا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان يلطمني لئلا ارتفع. يعني ربنا سمح للشيطان يخبطه خبطة في جسده، قعد طول حياته يشكي منه. تقول لي بقى روح الانسان تقدر تعمل اللي تعمله روح الشيطان؟ دي روح من طبقة ودي روح من طبقة اخرى. وارواح الملائكة غير ارواح البشر. الملائكة قيل عنهم بارك الله يا جميع ملائكته المقتدرون قوة. ملائكة مقتدرين قوة. دي اول نقطة. دي هي ايه؟ اول نقطة. تاني نقطة، لاحظوا في قصة لاجئون عندما دخل في الخنازير انهم قالوا لربنا ائذن لنا ان ندخل في الخنازير، فاذن لهم فدخل. اذا الشيطان ما كانش قادر بنفسه ان يفعل هذا، والا ما كانش طلب اذن. ده قال له ائذن لنا، ائذن لنا. قصة لاجئون تجدوها في لوقا 8 من 27 ل 38 وفي مرقس. طيب الانسان ده اللي هيخش في قطة ده بيطلب اذن من ربنا يدخله جواها ولا ايه حكايته؟ يقول له عن اذنك يا رب انا ليا نفسي اخش في القطة. يقول له خش قطك وصلي، مش يخش في قطة. ايه يعني ايه الهدف ده؟ بيقول قالوا له ائذن لنا فاذن ايه له. والشيطان ايضا في قصة ايوب اخذ سماح من الله فاذن له.
لأنه كان يعرف أن أيوب يستطيع أن يحتمل التجربة. أنتوا فاكركم الشيطان ده على مزاجه يخش مطرح ما يخش؟ ده هناك الله ضابط الكل، ما فيش أي إنسان يقدر يعمل حاجة خارج حدود إرادة الله، ولا شيطان يقدر يعمل حاجة خارج حدود إرادة الله إلا لو سمح له. إذا أخذ سماح من الله يعمل. ولذلك في أوقات ربنا كان يمنع الشيطان، ما يقدرش. ده من الحاجات اللي توريكوا برضو قوة الشيطان، ان بولس الرسول في رسالته الاولى الى تسالونيكي في الاصحاح الثاني بيقول لهم لذلك اردنا ان ناتي اليكم انا بولس مره ومرتين، وانما عاقب الشيطان. يعني قدر الشيطان يعوق بولس على انه يذهب الى التسالونيكي. وفي زكريا النبي الاصحاح الثالث لما كان الشيطان بيحارب يهوشع الكاهن العظيم، قال له لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، يعني مرضيش ينتهره بنفسه. وفي رسالة يهوذا يقول ان ميخائيل نفسه لم يكسر انه يحكم حكم افتراء، فقال له فلينتهرك الرب يا شيطان. فبرضو الشيطان في جبروته، ولكن يأخذ سماح من الله في حكاية لاجئون وفي حكاية ايوب. شريط 60 يعني خد ربع ساعة. اللي بيشتغل على أشرطة 45 يبقوا يخلوها 60، والسؤال ياخد حتة تاني زيادة علشان يتكامل في عقلياتكم اللي تعرفوه كله. يعني النقطة اللي بعد كده، إن الشيطان يقصد به كلمة الروح النجس إذا دخل إنسان، الروح النجس أطلقت على الشياطين. فواحد اللي بيسأل بيقول ممكن كلمة الروح النجس تطلق على إنسان لأن النجاسة خاصة، وإن كانت تدل على الخطية عموما لكن خاصة بالزنا، والشيطان ما بيعرفش يزني عشان ملهوش جسد، يبقى مقصود بها الانسان. نكلم مش معقول ابدا. انا عايز اقول لكم حاجة لازم تعرفوها كقاعدة كتابية. كلمة النجاسة اطلقت على الخطية عموما، واطلقت على امور اخرى ربما كانت ترمز للخطية الى اخره. يعني مثلا زي ايه؟ يعني مش هي حكاية الزنا أبدا لوحديه. الزنا نجاسة، لكن كلمة نجاسة تشمل حاجات كتير. يعني مثلا خدوا الكتاب المقدس يكلمنا عن الحيوانات الطاهرة والحيوانات النجسة. الحيوانات النجسة دي زنا؟ ملهاش دعوة بالزنا أبدا، دي حيوانات. حيوانات، ولذلك كانت هناك أطعمة طاهرة وأطعمة نجسة، بدليل أن هذه الحيوانات اللي كانت نجسة في العهد القديم ما بقتش في العهد الجديد نجسة، فهي في ذاتها ليست نجسة، لكن في العهد القديم كانت يطلق عليها أنها أرواح نجسة. وفي العهد القديم كان يقول من مس ميتا يتنجس، لأن الميت ما كانش لسه الخلاص قد تم. والكتاب يتكلم فيقول الرب فيه نجسوا سبوتي. نجس السبت يعني عمل فيه عمل غير اعمال ربنا،
بيقول ربنا عمل من الاعمال لا تعمل، نجسوا ثبوتي. هتقول نجسوا ثبوتي يعني دي زنا، مالها بالزنا دي؟ ده لو واحد كان شال له قفه ومشي بيها ولا اشتغل له اي شغل يعني كان اسمه نجس السبت، ملهاش دعوه بالزنا. وفي اشعياء 56:2 يقول الحافظ السبت لئلا ينجسه. عبادة الأصنام أيضا أطلق عليها كلمة النجاسة واعتبرت نجاسة. عارفين جاية منين كلمة مثلا نجاسة زي السبت زي العبادة؟ هي كلمة الزنا كلمة الزنا في العهد القديم لما تجدها في اي كل في ترجمة اي ترجمة انجليزي تلاقي معناها ادلتري. كلمة ادلتري دي مشتقة من كلمتين، كلمة باللغة اللاتينية، كلمة اد باللاتيني يعني تو بالانجليزي يعني الى، والتر يعني اخر، فاد alter adultery يعني to another يعني لكائن آخر أو شخص آخر. فأعتبر الزنا إن إذا كان امرأة يملكها رجل وتعطي نفسها لرجل آخر يبقى add alter يعني to another يعني راحت لشخص آخر، فأدي الزنا. بالنسبة للعبادة كده، أنت بتاع ربنا فرحت لإله آخر بقت زنا. السبت ده بتاع ربنا، السبت ده ايه؟ بتاع ربنا، فاذا حولته الى كائن اخر او الى هدف اخر اعتبر زنا. لكن مش معناها زنا يعني نجاسة جسد وان الشيطان له جسد وملهوش جسد، دي مالها دي. ده بيقول ايضا شوفوا الآية دي وبعدين انتوا بتقولوا النجاسة بقى خاصة بالزنا ولا غير الزنا. المسيح لما لاموه وقالوا له تلاميذك بياكلوا بأيدي نجسة لأنها ما غسلوش ايديهم قبل أكل، قال لهم ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، لكن ما يخرج من الفم هو ينجس الإنسان. يعني الكلمة الخاطئة اللي تخرج من الفم هي اللي بتنجس الإنسان. إذا كل كلمة بطالة تخرج من الفم هي نجاسة، يبقى كلمة نجاسة دي ملهاش دعوة بالزنا دي. الزنا أحد النجاسات وأخطاء كثيرة جدا، حتى الكلمة البطالة تعتبر نجاسة. وبعدين لما نشوف الآيات الخاصة بالأرواح النجسة نجد إنها خاصة بالشياطين، يعني كلمة روح نجس يعني شيطان. آيات كثيرة من هذا النوع، أرجو إن أنا علشان ما ضيحش وقتكم في الحكاية دي أبقى طلعوا لكم كتاب عن الأرواح فيه الكلام ده، يعني تبقوا تقروا على مزاجكم وتشوفوا الآيات على مزاجكم إلى آخر. أما الكلام اللي بيقوله الروح النجس إذا خرج من إنسان يعود إليه ويجد البيت مزين ومفروش، وبعدين يجيب 7 أرواح خرجت منه، فكلمة الروح النجس هنا يعني روح إنسان؟ ده الروح النجس إذا خرج من إنسان يعني إذا الشيطان ساب إنسان والإنسان ده ما تابش توبة مظبوطة ورجع له الشيطان يلاقيه مستعد للخطية يجيب له 7 شياطين تاني. لكن مش معناها روح الانسان خرج من بيته فرجع لبيته، ده كلام يضحك. ليه بقى؟ ده لو روح الانسان خرج من بيته وبيته هو الجسد، لو خرج منه ما لقالوش مكان ورجع للجسد يلاقيه ميت، يلاقيه مزين مفروش، ده يلاقيه قد انت. فين مزين مفروش دي؟ فلو الروح النجس خرج من انسان يعني خرج من جسده وبعدين ما لقاش موضع ورجع تاني لبيته ويقول ارجع الى بيتي اللي خرجت منه، ده بيته هو الجسد، يعني يبقى ايه؟ قام من الاموات ولا ايه؟
طب ومن الذي أقامه؟ رجع هو لوحده ودخل في الجسد، يعني قام من الأموات بإرادته، يبقى زي المسيح بقى، محدش قام من الموت بإرادته إلا المسيح. فمش ممكن كلمة روح الروح النجس إذا خرج من إنسان اللي موجودة في لوقا 11 معناها روح الإنسان أو الإنسان الشرير، لا، روح الإنسان الشرير إذا خرج من بيته ما يقدرش يرجع له تاني، خرج من جسده ما يقدرش يرجع له تاني. وأنا بالذات في هذه الآية قرأت تفسير القديس كيرلس الكبير لإنجيل لوقا، فقال الكلام كله عن الشياطين وما ورد في لوقا 11 على أن الروح النجس إذا خرج من إنسان ولم يجد له موضع يرجع إليه، بيتكلم عن الشيطان تماما والقصة كلها عن الشياطين، ولا يقصد بها أبدا 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 إنها روح إنسان. شوفوا هقرأ لكم كلام في لوقا 11 بيقول إيه، بيقول إن السيد المسيح يعني أخرج شياطين إلى آخر، وبعدين قالوا إن هو ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، فقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل بيت منقسم على بيته يسقط، فإن كان الشيطان أيضا ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ لأنكم تقولون إن بعل زبور أخرج الشياطين. وقالوا إن كنت بأصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. إذن الكلام كله على إيه؟ على الشياطين. وبعدين قال لهم متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخرى أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان شر من أوائله. ده لو كان روح الإنسان خرج وهيرجع ويجيب سبعة تانيين، يبقى فيه كم روح ده بقى على كده، كم روح إنسانية ده، يرجع روحه النجس يخش فيه ويجيب سبعة تانية يبقى تمن أرواح، ده أكتر من القطط اللي بيقولوا فيها سبعة في الروح دي. طبعا ما تصدقوش كلام القطط ده. نسيبكم من الكلام عن الشياطين ده ونقول ان السيد المسيح اعطى تلاميذه موهبة اخراج الشياطين، مش موهبة اخراج روح انسان من جسم انسان. ده قال لهم اقيموا موتى اخرجوا شياطين، ما قال لهمش اخرجوا روح انسانية من واحد دخله روح بشر بعد ما مات ودخل فيه. ده الواحد بعد كده يخاف، واحد يخاف ابوه مات يقول يمكن دخل في جسد عمي ولا جسد مين، مش ممكن. او يجي بقى واحد من القديسين يخرج شيطان ويقول ده روح انسان، يقول لربنا انا اخرجت روح عم السدراك ولا اخرجت روح. الكلام ده مش معقول. والسيد المسيح دايما لما اتكلم على اخراج الشياطين مش اخراج البني ادمين. ولذلك التلاميذ كانوا بيقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ونفس اليهود لما هجموه قالوا ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين. حتى الناس اللي قولوا في يوم الدينونة قالوا له يا رب باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا. وفي انجيل غروب نقول وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيره يقدمونهم اليه، فكان يضع يديه عليهم فيشفيهم، وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخه تقول. اذن المسيح كان بيخرج شياطين مش كان بيخرج ارواح بشر من بشر.